IT. لقينا انه الجامعات المحليه التدريس اللي بتدرسه للاي تي مش هو المهارات المطلوبه في السوق حاليا، لانه سوق الاي تي بتطور بسرعه، فمن المفترض انه المناهج تتطور بسرعه. لكن عودنا لقينا في مشكلات خاصه في البنات تحديدا. شو هي المشكلات؟ فرص العمل موجوده عندي معظمها في منتصف الضفه الغربيه، في وسط الضفه الغربيه. يعني لما بجي بحكي عن بنات من الشمال او بحكي على بنات من الجنوب، فرصهم العمل انهم يجوا على الوسط بتقل لانهم بنات. الشاب مستعد يجي من اخر الدنيا ويسكن في رام الله ويشتغل. البنت قديش في عندها فرصه انها تجي من اخر الدنيا وتفتش على فرصه العمل وتسكن جنب فرصه العمل؟ هذا اذا كانت عزبيه ممكن اهلها يراعوا يقولوا لك انه ممكن يسكنوا مجموعه صبايا، وفي حاليا اكم من حدا بيعمل هيك. اذا كانت متزوجه بيبدا يصير صعب، لانه هذا كمان بيرتبط بدورها في انها زوجه ومسؤوله عن بيت ودور الرعايه في داخل الاسره، رعايه الاسره ورعايه الاطفال، فبيصير عمليا انها تيجي تسكن بعيد عن بيتها بظروف اصعب. نجي لعامل ثاني، العامل الثاني الى اي درجه البنت تربط على ثقه بنفسها انها تروح تسوق حالها بسوق العمل، تدخل على مقابله العمل وهي واثقه من نفسها. الشاب مش بس بيقدر يسوق حاله اكثر، عنده فرصة يلف أكثر، عنده فرصة الحصول على المعلومة أكثر. أنتم بتعرفوا في دراسة عملناها مثلاً حول استخدام الشباب والبنات للإنترنت، الشباب عندهم إمكانية للوصول للإنترنت أكثر من البنات، لأنه البنت إذا الإنترنت موجود بدارها بتستخدمه، بس إذا موجود في دارها صعب تروح على إنترنت كافيه زي ما الشباب بروح على إنترنت كافيه. في نفس البيوت لقينا الأخ بزاحم خواته على جهاز الكمبيوتر الموجود. الفرصة الأولى لقينا إنه هو إنه الولد لما يزهق من الكمبيوتر ممكن تجي أخته البنت تستعمل الكمبيوتر. هلأ هذا للأسف يعني بدنا نقبله بدناش نقبله، كل واحد فيكم يطلع على حاله، يطلع على واقعه، يسأل واقعه ويقول يمكن في دارنا هاي المشكلة مش موجودة. نطلع شوي على دار عمي، نطلع شوي على دار الجيران، رح تلاقوا قصص زي هاي موجودة. فبالتالي في عنا قضية الثقة بالنفس، في عنا قضية وين موجودة أماكن العمل. العامل الثالث وهو كمان عامل يعني لا يقل أهمية، هو هل بيقبلوا الأهل للبنت تشتغل ولا لا؟ هل بيقبل الجوز بعد ما يتجوز مرته أنه هي تشتغل ولا لا؟ وبحط لها شروط. يعني إحنا عندنا الشباب بيكون خريج جامعة ومستعد يشتغل شوفير تاكسي إيش ما كان عمل ما يلاقي شغل بشهادته، بس البنت منعلمها بس عشان تشتغل بشهادتها، فإلى أي مدى بتقدر تشتغل بشهادتها؟ في أنواع من المهن مقبولة للشباب ومش مقبولة للبنات. أكيد قبلنا ولا ما قبلناش، أنا بقبل على حالي أشتغل هاي المهنة بس المجتمع مش قبلني. ومش بس هيك، ممكن أنا أقبل وممكن أهلي يقبلوا، صاحب العمل ما يقبلش. صاحب العمل بيقول لي أنا بدي بنات تشتغل في هاي القضايا، أنا بدي شاب. إحنا لما سألنا مثلا تبعون الآي تي المشغلين شو بتفضل تاخد شباب ولا بنات؟ شباب يا عمي. ليش؟ لانه شغلنا بالاي تي احيانا بيحتاج تاخير، احيانا بيحتاج البنت تشعبط على السلم. أكيد. الموظف الى اخره. وللاسف سامة هاي النظره حتى موجوده، وبالتالي انا باخذ شباب اكثر مما باخذ بنات. وللاسف هاي موجوده مش بس يعني بقطاع الاي تي، في كل قطاعات العمل. لا انا بعطي مثال يعني الاهلي والخاص يعني، فبقول انه هاي كلها اسباب يعني بتراكم انه ليش البنات فرصه ودائما فرصه في دخول أكيد. سوق العمل ودائما ينظر على انه المراه بدها تتزوج وبدها تخلف لتاخذ اجازه امومه. يعني انا في سما بس خلينا بس نروح شغله واحده، انه في كثير نساء بسوق العمل مش مسجلات على انهم بسوق العمل، لانه بيشتغلوا بالعمل الغير رسمي، غير رسمي. بيشتغلوا في الأرض. يعني احنا طول عمرنا المجتمع الريفي الفلسطيني ما هي النساء بتشتغل بارض العيله، بس هل تسجل انها عامله؟ لا. خلينا نروح لما تسألها بتشتغلي بتقول لك لا. سما خلينا نروح عم نحكي كتير عن سلبيات، خلينا نشوف هاي التجربة الإيجابية هيك بلكي بتفتح لنا مجالات لسيدة اللي هي نسرين الحنبلي مديرة شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث، ونتعرف على تجربتها. جاهز، البرامج جاهزة، الخدمة جاهزة. قبل الخدمة عادة معظم إذا كنت بتعمل إشي عيني بتحتاج إلى دعاية وإعلان. انتهت عملية البيع حسب وجهة نظركم؟ في عندك شيء وشيش جدا مهم بسموه خدمة ما بعد البيع. حصلت على شهادة الماجستير في هندسة الأجهزة الطبية. كأي فتاة في البلد تحصل على شهادة وتعتبر شهادة في تخصص نادر. رجعت إلى الوطن ولدي أحلام جدا وردية إنه جميع الأبواب حقيقة مفتوحة أمامي. للأسف
واجهني واقع جدا مرير، مفاده انه لا يوجد عمل في تخصصي مع انه التخصص نادر. في محض الصدفه فتت على هذا القطاع، عرض علي اني حقيقه في البدايه اشتغل كوكيل، ولما بنقول احنا وكيل يعني معناته لا يوجد راتب، انما عموله، اشتغلت بتاخذ، ما اشتغلتش ما بتاخذش. حقيقه عجبني.